ولو عندك حبوب بتضيعها. محتاجين كركم، الكركم بيفتح هايل جدا وبيشيل البقع، الجريسلين بيعمل ترطيب هايل. عندك برضو الترمس حلو، ولو مش عارفة الترمس يتجاب منين او مش عارفة ممكن تستغني عنه في المصري دوت. وعندك ليمون، وممكن طبعا تستخدمي ليمون فريش، وعندك عسل نحل. ماشي، هاخد ربع معلقة كركم. ماشي، عليها معلقة، ربع معلقة كركم، عليها معلقة صغيرة ترمس مطحون كبيرة مليانة يعني، عليها معلقة جريسلين، نص معلقة جريسلين ده هي المعلقة الصغيرة دي. ماشي، جريسلين، عليها معلقة صغيرة ليمون، اخلطهم مع بعض. الماسك ده اكتر من هايل على فكرة. هستخدم كمان معلقة جريسلين، معلقة ليمون. ماشي، وبعد كده هحط بمقام معلقة عسل. ثواني بس افضيها عشان تبان الأدي هي معلقة. احلى حاجة في البرطمان دوت اللي هو اما بتضغطي عليه عايز تقفلي بيقفل على طول. حط معلقة ويم من العسل النحل، طبعا عسل النحل جميل جدا على البشرة. هخلطهم، انا عايزة بس نقطة الجريسلين عشان يبقى سايل شوية معايا عشان لسه ايه ما لميتش معايا. الماسك ده بيتعمل في الهند للعرايس، ماسك للعرايس ده عامة هم عندهم بيبقى في السمك ده، سمك اكل الاطفال زي ما احنا اتفقنا. ماسك هايل جدا، حلو جدا عشان لما تكوني مثلا بتشتغلي في البيت او بتعملي حاجات كتير، حلو قوي بيروق البشره. ولو عندك مناسبه تستخدميه جميل، عشان انا النهارده كنت عامله لكم اكثر من فيديو مش عارفه ينزلوا امتى عشان عندي النت ضعيف، اللي هم الافكار وكده. انا عاملاهم اكيد هعملهم قبل الفيديو ده. هشرب كمان نعناع عشان اهدي اعصابي شويه عشان انا بجد النهارده تعبت. وبشره خيارايه، خيارها دي عشان اعملها على عيني. انا اتكلمت عليها قبل كده بس انا حبيت برضو ان انا افكركم بيها. هي بتجيبي خيارايه وبتبشريها، وبتجيبي قطن سوري قطن الوش اللي هو بيبقى حلقات زي ده، وبتجيبيه. لو ما عندكيش دوت بالقطن العادي التاني جيبي حته واعمليه. سهلوا الحياه عشان الحياه حلوه، مش محتاجه ان انت تصعبيها. بتحطي كده اهو، انا اتكلمت عليه قبل كده بس انا قلت افكركم بيه. ده ماسك جميل جدا بيشيل الهالات السوداء اللي تحت العين والانتفاخات. ماشي، بتجيبي كده وبتاخدي كأنك بتغمسي، بتاخدي البشر دوت على عينك. انا هجهزه مهم على عيني اهو، وبتغسلي وشك طبعا قبل اي ماسك بتبقي عاملاه. حتى ماسك الجسم انا برجح اللي هو تغسلي جسمك الاول عشان يدخل على نظافة وجمال. يا رب الفيديو يعجبكم، لو عجبكم بإذن الله ما تنسوش تعملوا عليه اعجاب واشتراك في صفحتي، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. ولو عجبكم انشروه على صفحتكم الخاصة عشان ناس كتير تشوفه اكتر من حاجة. عايزة اقول على حاجة، ده من جونسون دوت جريسلين، علبة جريسلين انا اشتريتها كده عاملة 15 جنيه، سوري 12 جنيه، انا اتكلمت عليها في اكتر فيديو. يا رب الفيديو يعجبكم، لو عجبكم ما تنسوش تعملوا عليه اعجاب واشتراك في صفحتي. السلام عليكم.